الا عندك الباك وكتقلب على خدمه مع الدوله، هذه هي الفرصه ديالك. الديوانه طالبين 500 منصير وبصالير زين كيبدا من 4000 وممكن يوصل حتى 7000 درهم مع البريماج، وحتى من ستاتيو مهيب حيت كتخدم في المطارات، الحراسه، المراقبه ومحاربه الغش التجاري وتهريب البضائع والمخدرات. اي وراه كاين ستاج اللي خاص تبينوا فيه على شطارتكم واللي فيه من 6 شهور حتى ل 9 شهور غيجبدوا منكم الزيت عن كوريا. واش غير ياجي ودخل المخزن؟ بلاتي راه كاينه شروط. الاولى يكون عندك باك علمي تقني ولا مهني ادبي، ممكن تطاقي اصحابكم العلميين وتنصافوا. وليدات الطول ديالكم يكون 1.70 متر والبنيتات 1.65 متر. طاقي داك صاحب تكلي فيها 1.50 متر وقولي لي انساي. السن ما بين 18 و25 سنه، الا فايتها ضربك دراهم. والقصيرين ما داهويش معاكم، حده البصر تكون النسبه ديالها 10 على 15. المهم عليكم بالجزر، راه كيقولوا عليه الا ما نفع ما يضر. وخاصك تكون كتسمع الهمس على بعد 50 سنتيمتر. البرقاكة راه كنشوفكم. المهم تكون صحيح في صح باش تسجل دخل لهاد السيت. الا ما عرفتوش قولوها في لي كومونتير ما تحشموش. وإلا مشيتي حتى كذبتي في المعطيات غير نسى، بالنسبه للوثائق غادي نخليهمكم في لي كومونتير. اما مراحل المباراه راه 16 لواحد، كاين اختبار كتابي اللي يكون على شكل QCM والمده ديالو ساعتين. وحفظوا مزيان الاعياد الوطنيه حيت راه كيسولوا في التواريخ. اما بالنسبه للاختبار الرياضي راه عندكم الجري والمسافه ديالو 1500 متر. الاختبار الشفوي المده ديالو ما بين 20 حتى 30 دقيقه وقدام اللجنه. اخر اجل التسجيل هو 20 مارس، هذا علاش طاقيو صحابكم باش ما يفوتهمش الاجال. والمباراه راه غادي تكون نهار 21 ابريل 2024. كيف ما قلت لكم الوثائق باش تدفعوا نخليهم لكم في لي كومونتير، واللي بغى الاعلان الرسمي اللي فيه جميع التفاصيل يخليها لي في الكومونتير، يكتب اعلان وانا نصيفطو له في البريفي. تحياتي الشباب والله يستر لكم الامور.